يلا بينا نبدأ يوم جديد في سحلة الأوردرات. عمر ما في بني آدم يعرف يجي هنا بموتوسيكل أساسا. الطريق والله ما يتروح حبيت الشغلانة وبدأت إن أنا أطور منها. بنزين بيخلص وخصوصا لما يخلص بقى في أماكن غريبة جدا. الظروف في الدور العاشر فوق خالص اهو واللي طلع لي ومفيش اسانسير. الأوردرات كانت بتبقى تقيلة عليا وبمشي مسافات كبيرة أكني واحدة عاملة رجيم. يعني مهنه ما فيش اي حد فينا يقدر يستغنى عنها، والحقيقه ان هم ابطال لانه طول الوقت احنا تقريبا حياتنا كلها بقت معتمده عليهم. عايزين نطلب اكل، عايزين نطلب لبس، عايزين نطلب ادويه، عايزين نطلب اي حاجه ليها علاقه باجهزه، اي حاجه في البيت او اي حاجه فيها الاحتياجات اليوميه احنا بنعتمد على دليفري او الطيار اللي بيبقى مخبط على البيت كده، بتبقى مستني حاجه مهمه فيبقى خلاص كده الحاجه وصلت مطمن. بيشتغلوا في كل اوقات، بيشتغلوا في الصيف في الشتاء في مطر في حر صبح ليل. حقيقه ان هم من الابطال اللي منتشرين في الشارع. جديد بقى هو مش جديد بس يعني احنا يمكن مش متعودين عليه في مصر، انه بنت كمان تشتغل دليفري. لان النهارده معايا بنتين زي القمر اهم، احلام صالح. ازيك احلام؟ الحمد لله يا حبيبتي. ومعايا كمان ضحى، كنا شايفينها في الفيديو اللي فات اسرع دليفري في مصر سكوتر وطايره في الشوارع كلها. كمان برحب بسيف، سيف هشام سيف، ومحمد مدحت. طبعا مش كله اكل، في ناس اكل، في طلبات عاديه صح كده، حاجات البنات بقى اكسسوارات شوزات برضه، الحاجات اللي بتطلب كده اوردرز اللي بتبقى اونلاين ملابس. ومحمد، محمد مندوب لاي اوردر، اي اوردر بس يكون متاح الخفيف، يعني الاوردرات الخفيفه الاكثر. انت شركه كبيره طبعا، انت تبع واحده من الشركات العملاقه اللي هي طول الوقت تقريبا انتوا بتشتغلوا 24 ساعه في ال 24 ساعه. مظبوط. طيب قولوا لي بقى، انا بس عايزه ابتدي بالبنات، هستاذنكم طبعا لانه احنا مش متعودين يا احلام على انه بنت يعني انت مستنيه اوردر ايا كان الاوردر ايه، فدايما اللي بيخبط على الباب بيكون ولد او رجل. قولي لي بقى لك كام سنه؟ اوكي، انا بقى لي 10 سنين بعلم البنات تعليم سواقه، وخمس سنين بشتغل دليفري. في مهنه الدليفري لما بخبط او اتصل بالعميل الاول اقول له مع حضرتك مندوبة الشحن جاي اجيب لك الاوردر الفلاني، يقول لي ايوه المندوب هيكلمني امتى، اقول له لا يا فندم انا المندوب فيقول لي انت اللي جاي تجيب لي الاوردر، فاقول له ايوه بالظبط، فيقول لي طب تمام ربنا معاكي، طيب خلاص هبعت لك اللوكيشن بتاعي وتعالي. طبعا في ناس ذوق كتير جدا بروح وبديهم الاوردر وبيستلموه الدنيا تمام، في ناس طبعا بتبعت لوكيشن فيك وتروحي وتتصلي كتير قوي. ليه يبعت لوكيشن فيك؟ ما عايزه تتهرب من الاوردر، وده بيحصل مع عملاء كتير. لما يكون الاوردر هيدفع كاش من التوصيل. صح، هتدفع بقى خدمه توصيل وهتدفع ثمن الاوردر وبتاع، غيرت رايها. طب ما تقول لك بدا اعتذر. ده اللي بقوله فعلا، بحاول يعني اوجهه للناس، يا جماعه اللي طالب اوردر بليز اللي طالب اوردر وغير رايه او في اي موقف يقول للمندوب من قبل ما يجيله. حرام. انا خلاص لغيت الاوردر، مش هيحصل اي مشكله والدنيا طبيعيه عادي. لكن مش هروح لحد هناك واتصل اتصل ما فيش حد بيرد، وفي الاخر ما خلاص لحد من النهايه ما حدش رد وهو عارف ان الاوردر جاي له. وطبعا في ناس كتير جدا، ناس تنزل لي يقول لي طب انا جاي لك، وفي ناس يفضل متابع معايا طول التليفون. يعني بحس ان انت لا بلاش تطلعي السلم كل ده، احنا نازلين لك هننزل لك السبت. طبعا ده ما بيحصلش معاكم خالص. طبعا اشتغلت برضو في شركه من الشركات الكبيره، سلسله ليها سلسله مطاعم كبيره في مصر. البنت الوحيده اللي كنت شغاله فيها، وكنت بوصل، دي كانت اوردرات اكل مطاعم، كنت بوصل فيها اوردرات، وكنت شغاله فيها في وقت في رمضان، كنت بخبط على الناس وقت الاذان، يعني بديهم اوردرات وقت الاذان. كنت بروح يعني بفطر الساعه 9 بالليل لما بروح بيتنا. ما كانوش بيقولوا لك طب كركديه؟ طب تعالي كلي حاجه. كان في حد بيديني عصير، تمر، ميه، كان كتير، كان في ناس كتير كتير،
كل بخبط عليهم تقريبا وقت الفطار يقول لي ايه ده بنت. هو طبعا كان بيكتشف فجاه ان انا بنت، لان انا ما كنتش بلحق اتصل بعملاء، احنا معايا 5 6 اوردرات فبتروحي كلهم عايزين ساتر قديم، فتك تك بروح عدي بسرعه، فايه ده طب ربنا معاكي اجري بسرعه عشان تحت افطاري، اقول لهم لا ده انا لسه معايا اوردرات. برافو يعني. لكن القصه الثانيه والاهم تعليم السواقه، بحب جدا هرجع لتعليم السواقه، بس عايزه كمان اشوف ضحى، لانه ايه قصه ان ضحى واحده من اسرع الدليفري اللي في مصر، وبتعملي انت شغل كتير على السوشيال ميديا وعلى تيك توك. هو انا الاول كنت عادي جدا يعني. كان عندك كام سنه الاول؟ عندي 29 بس انا شكلي صغير جدا فمش بنت. الاول كنت واخده المهنه بتاعتي دي كحاجه مؤقته، ما كنتش عارفه ان انا هستمر فيها، وانا اصلا بطبيعتي مش بحب الروتين يعني، حتى ما كنتش بحب، كنت شغاله سكرتاريه الاول عند دكتور جراحات عامه، وبطبيعتي برضو كنت يعني زي اي بنت هشتغل وخلاص بقى، بس بصراحه انا ما كنتش بحب قعده المكاتب، كنت بحب دايما انا ابقى في الشارع اقابل عملاء يعني، كنت بقول عايزه ابقى في السياحه وفنادق اكتر يعني في مكان سياحي اكتر، بحس ان انا ايه اصلا حاسبات وسكرتاريه. تمام. هو تخصصي طبعا السكرتاريه وكده، بس انا ما كنتش حباه قوي بصراحه. فجيت بالصدفه زميلتي كانت بتوصل اوردرات عن طريق المترو بعد الشغل بتاعها، وحصل لها ظروف ما عرفتش تكمل بقيه تسليم الاوردرات دي، انا خدتها ووصلت الاوردر اللي بنوتها للمترو، عجبني الموضوع، بدات بقى ان انا قلت ده الموضوع حلو. على فكره انا وقتها يعني كانت حالتي الماديه مش قد كده، ووقتها كان معايا 3 جنيه بس اللي هم 8 تذكره المترو اللي هي الصفراء. دخلت المترو بتذكره المترو خرجت ب 25 جنيه اللي هو المكسب ايه الاوردر، انا ده الموضوع حلو قوي. مكسب الاوردر ولا لا مكسب الاوردر اللي هو اللي انا سلمته للشحن يعني. بتتعاملوا بالقطع الاوردر الواحد بناخد ايه ثمنه، اذا كان 15 10 25 على حسب يعني الشحن اللي انت بتحطيه. فحبيت الموضوع قوي يعني، وانا اصلا لما كنت بشتغل سكرتاريه كان اليوم بتاعي ب 50 جنيه، يعني لو وصلت اوردرين في المترو هاخد ال 50 جنيه. فانا قلت طب ليه انا ما اطورش من الموضوع؟ بدات بقى ان انا افكر، وقلت لا انا هخرج بره المترو واوصل للناس الاوردر بتاعهم في البيت، وازود الشحن شويه، هخليه 40 جنيه، قلت كده، والبنات اتبسطت. ولما عرفوا ان انا بنت قوي لا تعالي لنا، ايه ده طبعا لما بيكون ولد بيقول لا تعالى في ميعاد كذا انا هبقى عشان جوزها يبقى موجود او كده، تعالي اي وقت انا مستنياكي مش عارفه ايه، وبيبقوا مبسوطين جدا جدا. موضوع بقى اسم اسرع دليفري في مصر كان بي طبعا في الاول كان العملاء بتوعي قليلين شويه، ما كانوش كتير زي دلوقتي ما شاء الله. كان اي حد بيكلمني انا جايه لك انا جايه لك دلوقتي، تقول لي واحده تقول لي انا مزنوقه في اوردر وهو في الشركه ممكن تاخديه، هروح اجيبه لك واجي لك بسرعه، اقول ده انت سريعه، ده انت ايه السرعه دي، ده انت اسرع دليفري، ده انت اسرع دليفري في مصر، وبداوا يسجلوني على موبايلاتهم باسم اسرع دليفري. برافو يا بنات، انا فخوره بيكم. والله العظيم فخوره بيكم يعني، برافو عليكم، لان انا يعني فكره ان البنت تشتغل دليفري ده موجود يمكن من 20 30 سنه بره، بس احنا يمكن لسه الناس ما اتعودتش على ده، بس هيتعودوا وزي الفل. هنطلع بس فاصل وهرجع لكم بعد بعد الفاصل بقى، نبتدي نعرف كمان قصه المهنه، ونتكلم كمان على الموقف الاخير اللي حصل، الترند اللي حصل ده، واشوف رايكم فيه بعد الفاصل. في إطار أنشطتها الخدمية المتنوعة، قدمت مؤسسة مصر الخير في محافظة الأقصر نشاطاً تعليمياً مجتمعياً في مدرسة أحمد عوض المجتمعية، إحدى مدارس الفرص الثانية التابعة لمركز إسنا، والذي استهدف الأطفال المحرومين من خدمات التعليم والمتسربين بالتعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم. إحنا مش بنوفر بس فرصة تعليمية للمتسربين بس، لا المؤسسة مهتمة إن الفرصة التعليمية دي تبقى بكفاءة عالية. الهدف اللي مؤسسة مصر الخير تبنته إن هي توفر المدرسة وتوفر لهم فرصة تعليمية كويسة عشان يبقوا أفراد صالحين في المجتمع. على الجانب الآخر، استكملت المؤسسة أنشطتها بتقديم مكتبة متنقلة تحمل شعار حكايات على 4 عجلات، والتي قدمت جلسات حكي تربوي وألعاب تعليمية ذهنية وقراءة حرة للأطفال. المكتبة المتنقلة مكتبة تابعة لقطاع مناح الحياة بمؤسسة مصر الخير، مكتبة بتقدم جلسات حكي تربوي، مسرح العرايس، ألعاب تعليمية ذهنية،
قراءة حرة، ولكن الهدف من المشروع ان الطفل يبقى يعرف اسم القصة، يعرف المؤلف من اللي رسمها، وبعدين يشوف هو استفاد من القصة ويقول لنا كده بكل حرية. المدرسة هي احدى 67 مدرسة بنتها مؤسسة مصر الخير في المناطق النائية والمحرومة من التعليم، والتي كانت سببا في سعادة هؤلاء الأطفال. أنا بشكر مؤسسة مصر الخير إنهم فادونا وعلمونا حاجات كتيرة وودونا فرصة للتعليم وبنوا لنا المدرسة عشان نتعلم. مبسوط جدا عشان مصر الخير علمتنا حاجات كتيرة، بنرسم وبنلعب كاراتيه أنا وأصدقائي وبنقرا. كنت مبسوط جدا يوم خشيت المدرسة، كنت مش عارف أكتب اسمي ولا حاجة وتعلمت منها كل حاجة. احنا نشكر مؤسسة مصر الخير لأنهم علمونا وربونا وكل حاجة عملوها لنا، وتعلمنا قصص وعلمونا على التكنولوجيا وبقينا نحل وبنعمل مسرحيات. وفي نشاط آخر من أنشطة المؤسسة الخيرية وجود مطبخ مصر الخير، الذي يحرص على تقديم وجبات غذائية بشكل مستمر وتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجاً بالمحافظة. تحت مظلة التحقيق الألف الوطني، مصر الخير بتنفذ مطبخ الخير في القرى والمحافظات المختلفة. ومطبخ الخير طبعاً بما أنه هو بيقدم وجبات سخنة أو الوجبات الغذائية دي محتاجة عناية فائقة عشان نوصل لجودة ترضي المستحقين وكمان وترضي المتبرعين اللي استأمنوا مؤسسة مصر الخير لتوصيل زكاة أموالهم أو صدقاتهم لتوصيلها للمستحقين في القرى والنجوم. تحت مظلة التحالف الوطني تواصل مؤسسة مصر الخير العمل دائما في كل المحافظات بهدف المشاركة في بناء الإنسان في المجالات التنموية المختلفة، وإنشاء مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا للنهوض به اجتماعيا وتعليميا. طيب المواقف اللي بيتعرض ليها الدليفري، وخاصة انه يعني انت اللي بتبقى دايما في وش الناس، واحنا كنا يمكن في الفاصل بنتكلم على الاكل، دي اكتر حاجة ممكن تغضب الناس. فلو الاكل جه ناقص، جه بارد، جه في حاجة مش مظبوطة، دايما بتبقى انت اللي في انا اللي في الوش. بيحصل معاك كده، بتعمل ايه؟ الاكل حضرتك بيبقى مثلا المطعم بيبقى عنده كمية كبيرة من الاوردرات، ففي عدد دليفري بيبقى معين موجود، فكل الاوردرات خلاص طلعت مع الدليفري، فهم خلاص طلعوا، ففي كميه اوردرات لسه ما طلعتش من المطعم، فبنضطر ان احنا ايه نخلص الاوردرات اللي معانا دي وبنرجع تاني للمطعم. يعني الاكل بيبرد في المطعم مش بيبرد معاك انت؟ لا يعني مش بيبرد في الطريق. مش مني انا باخد الاوردر، باخد مثلا حوالي 5 اوردرات 6 اوردرات، بيكونوا عند الزبون في خلال الخمس اوردرات في ربع ساعه، بيكون عند كله عند الزبون نفسه بس. فالزبون بيفتكر ان احنا بناخد الاوردر بنقعد نلف بيه وبنقعد، انا عايز اشتغل فحضرتك اكيد، وبعدين حضرتك الاكل بيجي لك سخن، فاكيد كده انا مش بلف بالاكل. تمام. بس فالمشكله كلها ان هو الزبون بيبقى فاكر ان الدليفري ده هو السبب في كل حاجه، حتى الاكل لو جه ناقص بيبقى هو السبب. الاكل لو فيه مثلا اي مشكله هو السبب، بس هو الدليفري كل الشغلانه بتاعته ان هو بياخد الاوردر بيوصله لحضرتك وبياخد منك الفلوس. ما عملوا ما طبخوش مثلا. طيب انتوا من حقكم محمد ان انتوا تفتحوا اوردر، يعني انت مثلا هتوصل حاجه وانت بتشتغل في شركه كبيره مثلا زي شركه امازون مثلا، انت من حقك تفتح الاوردر تفتح تشوف فيه ايه ولا لا؟ ممنوع. مش مسموح نهائي، ولا مسموح العميل يفتح الاوردر قدامي بجد. استلم الاوردر مقفول، حاسب عليه، عايز يعمل مرتجع الاوردر مش مناسب ليه معاه 14 يوم ما يرجعوش معاك. لا ما ينفعش يرجع معايا، يعمل طلب المرتجع السيستم يقبله له، يتواصل معنا او خدمه العملاء ونرجع نستلم الاوردر مره ثانيه. امال ايه القصه اللي حصلت ان حد من الدليفري فتح اوردر ومش عارفه سال صاحبه الاوردر ده هتلبسيه فستان ده في البيت ولا؟ ده غلط جدا اصلا، ده مش مسموح، ده غلط اصلا نهائي. مفيش حق، وخصوصا لو تبع شركه ما ينفعش ان هو يستلم اوردر ويفتحه. انت المفروض ان انت بتسلم الفلاير مقفوله، الاوردر مقفول، وانك ان انت تفتحه ده غلط. تابعتوا الترند ده؟
سريعا كده. هو تبعته بس المندوب اللي في الشركه تبع شركه ما ينفعش يفتح اوردر، لكن المندوب الحر لازم يفتح الاوردر، لان انا مش تحت حد ان هو تابع الاوردر، انا مديره نفسي. فممكن يبقى حاطط لك اي حاجه في الاوردر انت بس بتفتحيه مش من باب الفضول، انت من باب ان انت تطمني ان انت معاكي حاجه قانونيه، يعني مش حاجه خطر، مش حاجه غلط. لازم افتح بس اعرف ايه اللي جواه. تيشيرت اوكي، شوز تمام بس. وهو بوبا عرف السيلر اللي مديني الاوردر ده ان انا هبص على الاوردر، يقول لي اتفضلي بص عليه، ابص ده الاوردر ده تمام وسليم باخده. وبعدين في اوردر كمان بتبقى فيك، يعني ممكن حد يبقى حاطط تيشيرت ب 20 جنيه ومحاسبني عليه ان هو ب 500 جنيه، واروح للعميل يقول لي ايه ده؟ ده ولا حاجه، يرمي في وشي وما يدينيش الفلوس، وترجعي للحد التاني ده خلاص مش موجود. فلازم اتاكد من الحاجه اللي هي معايا. من المواقف اللي اشتهرت فتره كده، انه كان في فيديو كده انتشر فتره على السوشيال ميديا انه في حد بتاع دليفري بيتخانق او بيقول لطالب الاوردر، بيقول له انا مش هقدر اطلع عشان الدور ال 11 والاسانسير بايظ او مفيش اسانسير. فكان فيديو فيه شويه كوميديا لانه اتعمل بطريقه فيها تهريج، فالناس ما بقاش عارفه هو بيهرج معاه ولا بيتكلم بجد. فده كان انت، ها؟ سيف. الله يهو حضرتك. يعني ايه بقى اللي حصل في القصه دي؟ هو كان عميل عادي جدا، خدت الاوردر ورحت هناك، فهو وصف لي المكان ورحت. فبرن عليه حضرتك يا فندم حد هيستلم الاوردر وكده، فقال لي لا والله انت حضرتك ممكن تطلع. فقلت له طب تمام ماشي، حضرتك الدور الكام؟ فقال لي الدور العاشر. فبقول له الدور العاشر؟ قال لي فبقول له طب حضرتك عندك سبت او اسانسير يعني؟ عشان برضو المكنه ما ينفعش اسيبها تحت. كنت موصله اكل حاجه غاليه يعني. كان حوالي اوردر بثمن ب 500 جنيه وكمان اصلا المكنه ما ينفعش اسيبها تحت لوحديها. فحضرتك عندك سبت او عندك مثلا حتى اسانسير؟ فقال لي لا والله الاسانسير عطلانه ما فيش سبت، فحضرتك هتطلع. فبقول له حضرتك طب ماشي، ده الدور العاشر، طب حتى انزل لي الخامس نتقابل في النص، يعني حتى نسهل على بعضينا. قال لي لا والله يا باشا معلش مش هينفع. فقلت له طب تمام ماشي يا باشا، حضرتك انا هرجع لاداره المطعم بعد كده ارن على حضرتك تاني. فرجعت لاداره المطعم قالوا لي لا انت لازم تطلع الاوردر للعميل وكده بس. فاضطريت ان انا. طب الحاجات دي ما بقاش فيها اكسترا مثلا يعني فلوس مثلا؟ لا هو مش مثلا مش يعني انا بكلم مطعم انت تقول له ان انت هتطلع مثلا كتير صراحه؟ لا هم مطعم ملوش دعوه. لا هو المهم ان الزبون ياخد، العميل ياخد الاوردر وخلاص، هم ما لهمش دعوه باي حاجه تاني بقى. يعني هم ليهم ان الفلوس ترجع لهم والاوردر يروح للعميل. اكتر من كده انت اعمل اللي انت عايزه بقى، مش بتاعتكم. بس فانا اتضايقت جامد، اتضايقت قوي، اللي هو انا بجد تعبت، وانا يعني خدمه الاوردر مش مستاهله كل ده، يعني مش مستاهله خالص. فانا خدمه الاوردر قصدك الفلوس اللي بتيجي من الشحن اللي انا هوصله، الخدمة اللي انا عايد ليا انا. بس في مهن كتيره بتعتمد على البقشيش كتير قوي من المهن، اللي اسمها يعني بتبصش اصلا للمرتب، بتبص هل المهنه دي لا ما هو انت مش متكون يعني ما مش متوقع هو هيديك ولا لا. ممكن يعني في عميل ممكن يقف معاك على جنيه. يلف. والله العظيم انا عميل على عميل اقسم بالله كان حسابه 95 جنيه، اداني 100 جنيه وانا كنت لسه نازل الشفت وبجد ما كانش معايا جنيه في جيبي. فحضرتك يا فندم طب معاكش فكه؟ لا والله كان في الدور الثالث. طب حضرتك طب ما ينفعش طب حتى مثلا تنزل معايا وافكها لك؟ قال لي لا والله ما ينفعش. نزلت تحت اني ادور على فكه عشان فكه 100 جنيه حتى كمان المكان يعني من حظي الوحش المكان ما فيهوش فكه. كم مفيهوش فك، انا دخت حوالي بتاع ربع ساعه عشان في كل عشان 5 جنيه. لا يا جماعه نركز بعد كده، لانه الشباب كلهم شباب وشباب صغيرين ولسه بيبتدوا حياتهم والحاجات دي حاجات بسيطه. يعني اللي طالب اوردر ب 90 جنيه مش هيفرق معاه 3 4 5 جنيه، اللي طالب ب 500 جنيه مش هيفرق معاه 10 20 جنيه، اللي طالب اوردرات زي حضرتك في اوردرات بتعدي ال 5 و6 و7000 جنيه مش هيفرق معاه 50 60. الناس قبل كده سابت لي 700 جنيه. لا ده استنى بقى انا راجع لك بعد الفاصل، استناني شويه هنطلع على فاصل وبعدين نرجع نكمل بعد الفاصل. طيب حمد تحكي لنا سريعا على في ناس بتتخانق على الجنيه
تبس او بقشيش وانت بتقولي في حد داك 700 جنيه اه كان الاوردر بتاعه عامل 2300 وهو اداني 3000 جنيه وقال لي امشي انا كده كان بقول له حضرتك ليك باقي 700 جنيه قال لي وانا بقول لك امشي بقول له طب تمام يعني كده قال لي اه تمام انت تستاهل في ناس كويس في ناس كويسه قوي في ناس بتحب تشجع لما بتلاقيكوا شباب وبنات وصغيرين في طبعا فبتشجعكوا انت بقى في حد بعد ما ادالك بقشيش طلبوا منك تاني ليه انا رحت الاوردر وكنت واقف قدامه كده فحسابه كان 80 جنيه فاداني 100 جنيه وقال لي تمام كده تمام فمن الحظ الحلو ان انا المطعم رن عليا في الوقت اللي انا واقف قدامه ده فانا معايا ايفون معايا 12 برو ماكس فطلعت قدامه التليفون فعادي فبرد فبيقول لي ثواني يا باشا بعد ما قفلت المكالمه بيقول لي ثواني يا باشا هو انت حضرتك معاك ايفون قال لي طب ده انا معايا سامسونج وسايب لك 20 جنيه اديني ال 20 جنيه قلت له ماشي يا باشا اتفضل قال لي يا عم بهزر معاك وبتاع سريعا من البنات عشان خلاص فاضل لنا دقيقه لو حد بيفكر زي ما انت عملتي كده ان هو يشتغل الشغلانه دي قولي سريعا كده ايجابياتها وسلبياتها الشغلانه لها ايجابيات كتير اول حاجه انت تبقى حر نفسك انت مدير نفسك مش بقى حد بيتحكم فيك ويقول لك لو انت اتاخرت خمس دقائق اتخصم لك نص اليوم اللي انت هتيجي وانت هتقعده اصلا بتلاقي نفسك بتبتكري بقى يعني الواحد لما بقى في عمل حر بيدور دايما ان هو يبتكر من نفسه وازاي يطور من نفسه لكن طول ما هو في مكان واحد كده ما بتغيرش احلام بيجي لي بنات كتير جدا جدا تتعلم السواقه السكوتر عشان عايزه تشتغل بيه طبعا بساعدها من البدايه من الصفر للاحتراف بعلمها كويس جدا بعلمها كويس جدا مش انها تسوق السكوتر وبس انها كمان تمشي في وسط الشوارع والعربيات وده اصعب ما في الموضوع احنا يعني العربيات طبعا بتكسر على بعض والدنيا بتبقى صعبه جدا في الطريق بعلمها تمشي في وسط الطريق كويس جدا ازاي وادي كده بعرفها عشان دي واحده من الادوات لشغلانه الدليفري ان انت تبقى بتعرف تسوق كويس كده تتحرك وتسوق كويس وكمان تبقى امان على نفسك وعلى البضاعه او الحاجات اللي معاك اشكركم جدا جدا وبجد فخوره بيكم كلكم شباب صغيرين وفي منهم كمان بيشتغل زي احلام مثلا من 10 سنين وبس يعني كده نصيحه بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس اللي بتسمعنا انا لما حد يبقى طالب حاجه واحنا دلوقتي تقريبا معتمدين كل حاجاتنا بتيجي دليفري الاكل والشرب والدواء واللبس الناس كلها تقريبا كل حاجه دلوقتي بتعتمد على الشوبينج اونلاين انا ما يجي لنا شباب زي ده ما حدش يضايقهم ما حدش يحملهم حاجه مش بتاعتهم مش هم اللي بيطبخوا الاكل مش هم اللي بيصنعوا الشيء اللي بيوصل هم يعني بيوصلوا فقط الحاجات دي ويعني اللي يقدر يدلعهم شويه في الفلوس كمان خلوا معانا على خمس دقايق تاخير مش هيحصل تاني ان شاء الله بشكركم شكرا جزيلا